كمان لاحظوا الصوره هاتفوت كبير على اولاد الطلبه ايضا سجاتي وكله فرح وسعاده والدموع تغمر عيناه بالعوده الى الوطن وشحن بالذهب. الجميع هنا فرح وسعيد في هذه الاجواء الحماسيه او ان لم نقل هي اجواء تاريخ. صديقي دقيقه لحظات المعبره في هذه الصور وبكاء في حنين الى الام والوطن بين البطل جمال السجاتي في هذه الصور الجد معبره جدا كما نلاحظ الحمد لله نلاحظ ايضا الوالد ايمان حنين في هذه الصور مبارك للبطل جمال السجاتي هنا في هذه الاجواء الخرافيه كما نلاحظ والدات جمال السجاتي رجل جزائري رجل مقاتل من اجل الاعلام تاع الجزائر نديروا كل شيء الحمد لله حصدنا ميداليات وهذا شيء مشرف للجزائر وللعرب الحمد لله انا جد فخور هذا يوم تاريخي حظينا باستقبال جيد وهذا والله غير شعور لا يوصف انا جد فخور بهذه النتيجه وانا جد سعيد هنا بحضور الوالدين نشكر رئيس الجمهوريه اللي هنانا والجيش الوطني الشعبي اللي توجور واقف معنا وش نقولوا كلمه واحده برك اللي قاعده في دورنا وتوجور تقعد تحيه الجزائر.